السلام عليكم. انتم في مطبخ ناريمان. اليوم حبيت ندير معاكم الكيكه بالطبقات. درت لكم المره اللي فاتت الكاطو روس، هذا يشبه له. نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا زوج مغارف سكر كبار تاع السكر عادي، عندنا ياغورت فاني ولا اللي حبيتي، عندنا قرصه ملح، 200 غرام مارغرين، فنجال تاع لاتاي عسل، فنجال تاع لاتاي زيت، زوج باكيات خمارة الحلوى، عندنا 4 بيض فاني، عندي هنا 700 غرام فارينة حسب على حساب النوعية تاع الفارينة. درك نشوفو كي ندير معاكم نشوفو. نبداو بسم الله على بركة الله. نبداو نديرو مارغرين بسم الله. عندنا 200 غرام مارغرين، نزيدوا عليهم زوج مغارف السكر، نزيدوا 4 بيض، نزيدوا انا قلت لكم نحيلوا الماء هذا، انا ياغورت فاني ولا اللي حبيتي، ندير قرصة ملح، الملح ضروري. عندنا الزيت، درت الزيت ماشي عامر مليح تاع لاتاي، فنجال زيت تاع لاتاي، نزيد العسل، عندي نزيد لافاني، نزيد مغرف هكذايا تاع لافاني، نزيد ونزيد فنجال هذا تاع لاتاي تاع العسيلة، الا عندكم العسل الحر ديروا العسل الحر، الا ما عندكمش ديروا العسيله. بالعسل الحر تجي روعه. درك نخلط، نخلط هكذا مليح، نزيد الفرينة، نخلط مليح حتى يندمجو كاع المقادير، نزيدو أنا فرينة صيرتها على جال برك لا ديفير، زوج خمارة الحلوى، كنخلط حتى نتحصل على عجينة متماسكة.
بعد نولي ليكم. ديريها قد قد، ما ديريش جهة خشينة جهة رقيقة، عدليها مليح. سيدي كيفاش تجي قد قد، تجي كاع متساوية. انا ديجا راني كنت مسخنه الكوشه، طيب واحد الفا 25 ولا نص ساعه تسخنيها وتنقصي لها ديرها في مويه تعسيها طيب حمراء، طيب حمراء كما اللي درت كما الكاطوريش. درك نتقبها لها الخميره باش ما تطلعليش مليح. هكذايا انايا نقطعها على اثنين. نسي كيفاش كي طيب سمعت نسيت نحا وحده نص وحده. انا ما عنديش زوج بلاطوات، ندير لها هكذايا نقسمها. تعالى زوج كي طيب نحي سما نلصق وحده فوق الاخرى. هذه تنحى وحده وهذه وحده. انا نروح نطيبها كي طيب نولي لكم. بعد ما طاب لي وبرد ندير له مربى المشمش ولا كونفيتير كل واحد كيفاش. نزيد له من فوق بعد هنايا نقسموها. نسقميه نشيل الاطراف هكذا. انا كي قطعته معود اوبليجي نسقموه. بسم الله نزيد له من الفوق المربى.
الديكور هنايا كيما حبيتو، كاين انا ندير له الجوز الهندي لا نوا دو كوكو، وانتم الا حبيتو ديروا اللوز ولا الكاوكاو محمص، كل وحده كيما حبت. انا وريت لكم الطريقه الثانيه تاع الكاطو تاع الطبقات، يشبه الكاطو غويس. دوكا ندردر عليه لا نوا دو كوكو، حمصتها هي قبل ما تقطعيه، تخليه قبل تسمى كي تخليه الغدوه من داك يطرى. انا نسيي نقطع لكم شويه بلا ما نكسرو. بعد ما طاب لي الكاطو ديالنا نجي ما شاء الله، انتم ما تقسموش ثمثم، خليوه حتى الغدوه من داك باش تقسموه، باش يطرى. واللي عجبتها الوصفه تشارك في القناه، والسلام عليكم.